يحدثني أحد الأفاضل عن جار له عمره 24 سنة أدمن الخمر إدمانا شديدا وكان لا يصلي ويقول لا نعرفه في حينا لا ليس له احتكاك بنا وإنما منقطع مع رفقة فاسدة يتعاطى وإياهم كل يوم من الخمر. يقول رأيته أقبل على الصلاة والعبادة وملازمة المسجد ويجلس حتى الإشراق، فتعجبت فجلست يوما في المسجد حتى خلى من الناس فجلست عنده وهنأته بهذا الخير ودعوت له، وقال له أنا سأروي لك قصتي وإن كانت يعني ما حياة سيئة وأخذ يذم يعني حالة في الخمور وإلى آخره. يقول يوم من الأيام سهرت الليل على عادتي، ولما جاء وقت الفجر من عادتي أني أشرب في هذا الوقت وأنام حتى العصر ثم يسهر بالليل، هذا حياته. يقول فكنت جائعا ولا أستطيع يقول أن أشرب الخمر وأنا جائع، فكان معي دراهم قليلة ويوجد عندي الخمر في بيتي، عندي دراهم قليلة أو مال قليل أخذته وذهبت لأشتري خبزا وعصيرا أملأ به بطني حتى أشرب الخمر، وليس معي من المال إلا ما يكفي الخبز والعصير، فذهبت. ولما يقول ليلة شاتية وأنا متدفي بالفرو واللباس والكذا، يقول وإذا بجرو صغير كلب صغير ينتفض من البرد والجوع، يقول سبحان الله رحمت هذا الكلب وقلت سأضحي بالخمر اليوم لأجله وأنا ما أستطيع فارقها. يقول قلت سأضحي بأجله، فذهبت واشتريت حليبا وأخذت الكلب ومن شدة رحمتي له أدخلته داخل فروتي وضممته إلى جسمي ودفيته وأخذته للبيت وسقيته الحليب حتى دفى وارتاح وذهب عن برده وذهب عن الجوع. يقول في قلبي رحمة قوية جدا لهذا الكلب، قوية يقول عجيبة. يقول ونمت وقمت من نومي وأنا لا أطيق شيئا اسمه خمر، يقول نزعه الله من قلبي تماما لا أطيق شيئا اسمه خمر. يقول أقبلت على عبادة الله وعلى الصلاة، فانظر المعنى، قال فشكر الله عملها فغفر له في قصة البغي، فشكر الله عمله فغفر له، شكر الله عمله فغفر له. هذا الخمر الذي ما كان يفكر أن يتركه يقوم من نومه وهو لا يطيقه، هذه رحمة من الله سبحانه، رحم كلبا والله أرحم به، الله أرحم بعباده.